اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربيات على اليوتيوب. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30305-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا، اولا واخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1999، مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على سعر العربية وكمان مواصفات العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعت لحضراتكم من جديد علشان أقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1999. العربية دواخلها سليمة، العربية رش خارجي فقط ما عدا السقف بتاع العربية زيرو، العربية فيها طقم كاوتش جديد، العربية الموتور وآلات الجر والكورونا والفتيس كلها بحالة سليمة 100%. العربية زي ما قلت لحضراتكم فيها كاوتش جديد، العربية نمر دمنهور البحيرة، العربية فيها رخصة لشهر 1/2022، العربية مش عايزة جنيه مصروف، العربية على الشغل على طول. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1999. سعر العربية 192,000 جنيه، سعر العربية 92,000 جنيه. قبل ما اقول لحضراتكم على طرق التواصل مع صاحب العربية، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الحد الموافق 19/9/2021، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الحد الموافق 19/9/2021، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الحد الموافق 19/9/2021. يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع، يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية، لان غالبا بيكون باع العربية. لله تواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1999 هيكون على رقم 010-16-59-95-81. لله تواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-16-59-95-81. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وعربيات مستعملة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه، ما تبخلش من اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.